طيب بالنسبة للبلاد جروب تطبيقه وشغله على الشريحة بكون في الخطوات التالية. أولا بمسك الري ايجنت، هذا الري ايجنت اللي موجود عندي عشان جديد، هذا انتي اي، هذا انتي بي، هذا ار اتش بنقول عنه انتي دي، تمام. طيب لسه اجينا على السلايد الاولى، هنا هاي الاي وهان البي وهان الدي او الار اتش، تمام. المهم علمناهم، وكمان من لونهم بتقدروا تعرفوهم الدي والاصفر والازرق والشفاف. علي هيك شويه. بالنسبه لعينه الدم ناخذها، كلنا عارفين السيستم، عينه الدم خلص بدناش ناخذ عينه الدم. طيب النقطة الثالثة بناخدها، طبعا بنقول له ايش هلقيت للمريض، تمام. عينة الدم الريجن قبل ما اشتغل فيه لازم اعمل له ميكس، هيك منه بعطيه درجة حرارة ومنه بعمل له ميكس. اول قطرة خلي بالك النقطة اللي بدي انزلها بنزلها على جنب هنا، مش على الدم مباشرة. هان نفس الشيء، هيك الميكس بعمله حنون جنبي يكون لطيف الميكس. برضو نفس الشيء جنبها، وحاول انه نقطة الدم تكون مساوية لنقطة الريجنت، هذا ضروري جدا عشان يصير في تكافؤ، لانه لو اختلفت الاحجام حيعطي نتيجة نيجاتيف. انتي دي هذا. طيب هاي العينة الأولى، أسرع. الثانية للبي، طبعا هذا الفحوصات من الأساسيات في علم التحاليل الطبية في المختبرات. هنشتغلوا هذا في امتحاناتنا. طيب الآن بدي أعمل ميكس،
امرار ما بتظهرش معي نتيجه خصوصا في الشتاء، الريجنت بارد بكون فبطول، فبروح انا عامله ايه؟ تعلموا هذه الشغله فنيات، على قفا ايدي درجه حراره ايدي سخنه بتكون صح و37 وشيء. شوفي كيف الان اتنشطت وظهرت النتيجه زي الرمل، اللي زي الرمل هذا بوزيتيف. شايفه 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 هذه بوزيتيف. قربي عليها. تمام تمام. طيب الدي شايفين كيف هنا العينة زي الرمل معطي هذا بوزيتيف، لو نيجاتيف ما بتعطي زي لون الرمل. طبعا حدث له تجلط، لكن بشكل عام العينه هذه برضه بوزيتيف. تمام، هذه العينه بوزيتيف، احنا هذه بدها اعاده للتاكيد، لكن انا اللي بيعنيني الان هنا ارجع واكرر. شايفين عندي كيف زي الرمل ظهرت النتيجه؟ شايفينها؟ 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 ايه؟ يعني لما يكون الرمل بتكون في سيلي الدم ايه؟ بوزيتيف، صار ايه؟ اجلوتينيشن. صار يعني هادي هذا الانتي بادي هذا لقى انتيجين ارتبط عليه، اعطى بوزيتيف. هذا الانتي بادي البي لقى انتيجين ارتبط عليه، يبقى في عنده انتيجين للاي وانتيجين للبي. شوفي عندي هان، شوفي عندي هان الانتي بادي اللي موجود عندي هان. انتي بادي موجود ارتبط على العينة، عنده انتيجين للاي وانتيجين للبي، يبقى فصيلة الدم تبعته ايش طلعت؟ اي بي. لو اعطى بس الاي بوزيتيف معايا انتيجين، بس اعطى مع الانتي بادي اللي حطيناه عليه للانتي اي، معناته فصيلة دمه اي. لو اعطى للبي معناته بي. لو اعطى للاي والبي مع بعض زي ما شفنا في عينتنا معناته اي بي. لو ما اعطاش التنتين نيجاتيف معناته فصيلة دمه او، يبقى العينة اللي موجودة زي هيك اللي هو فصيلة دمه ايه عفوا فصيلة دمه طلعت عندنا هنا اي بي، اي بي بتسجل زي هيك النتيجة بوزيتيف، يعني الار اتش بوزيتيف، هذه النتيجة. تمام، يعطيكم العافية. هو سنة. مش قادرين ناكد مصور. وين بنروح؟ بنروح على الميكروسكوب بنحط العينه تعال تفرجوا هنا كيف الدم متجمع. بنقول للمريض مش ولا نقدر نقول له الدم بنروح مش قادرين ناكد مصور. وين بنروح على الميكروسكوب بنحط العينه تعال تفرجوا هنا كيف الدم متجمع. في كمان ميكروسكوب بنتوا اخذكم على الميكروسكوب الرئيسي هذا قاعدين مجهزين.